ان السيدات الحوامل اثناء فترة الحمل من الناس اللي بينصح لها بتلقي لقاح الانفلونزا خلال موسم الشتاء. بنقول ان لقاح الانفلونزا طبعا يفضل ان احنا على اساس ان هو لقاح موسمي سنوي، فاحنا بناخده كل موسم شتاء وبنتجدد كل سنة، فلقاح السنة اللي فاتت ما ينفعش للسنة دي، ولقاح السنة دي مش هيبقى مناسب للسنة الجاية، فاللقاح بيتجدد كل سنة وبناخده في موسم الشتاء او قبل موسم الشتاء. بنقول ان احسن وقت الشخص يتلقى فيه اللقاح للحصول على اقصى استفادة هو خلال الفترة ما بين بداية شهر سبتمبر ونهاية شهر ديسمبر، على اساس ان هو سبتمبر اكتوبر ونوفمبر، عفوا بداية شهر ديسمبر، ولكن لا يعني ذلك ان انا لو اخدت اللقاح بعد كده هو هيضرني مطلقا، ملوش اي ضرر، هو كل ما هنالك انه هيبتدي الفعالية واتمتع بالوقاية من اللحظة اللي انا ابدأ هاخد فيها اللقاح، فالقصة هيبقى انتقاص من المدة اللي انا بستفيد فيها من اللقاح ومن الوقاية اللي بيحققها لي وليس ضررا ما. يبقى انا متاح ليا ان انا اخد اللقاح على مدار السنة في اي وقت متى رأيت او متى ارتأيت ان انا في حاجة لتلقي اللقاح، ولكن يفضل في بداية الموسم وقبل دخول الشتاء وقبل ذروة انتشار فيروس الانفلونزا. احنا كفاكسيرا عندنا المركز الرئيسي اللي موجود في الدقي، وعندنا تقريبا 14 فرع تاني منتشرين على مستوى القاهرة الكبرى وبعض المحافظات زي القاهرة والاسكندرية عفوا وكفر الشيخ. دي المراكز بتاعتنا اللي متوفر فيها اللقاح واللي بنوفره من خلال خدماتنا اللي بنقدمها للمواطنين. اللقاح طبعا بياخدوه بعض الموزعين القائمين على توزيع الأدوية ودخلوا نشاطهم في توزيع الأمصال واللقاحات، فممكن من خلال الموزعين بعض الصيدليات تحصل على المنتج طبعا ويبقى موجود عندهم. السعر الرسمي للقاح الرباعي المتوفر حاليا اللي هو الانفلوفاك تترا سعره 170 جنيه.